السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في المحاضرة التانية اللي هي في الجزء الثالث إن شاء الله، هنتكلم على البامبس أو المضخات أو اللي هي طرمبات المياه. فكرة عمل مضخات المياه هو رفع مياه من مستوى سفلي إلى مستوى علوي، يعني رفع المياه أو السوائل عامة من مكان منخفض إلى مكان مرتفع عن طريق دخول مصدر للطاقة الكهربية. الطاقة الكهربية دي بتؤدي إلى دوران أو حركة البمب، يعني بتتحول لطاقة حركية. الطاقة الحركية بعد كده بتتحول لطاقة مائية اللي هي بتعطي ارتفاع إضافي للمياه أو طاقة زيادة بتساعد المياه على الحركة ضد الجاذبية. احنا عارفين ان المياه ممكن عشان تنتقل من مكان لمكان لازم يتوفر ليها شرط ان هي تنتقل من طاقة اعلى لطاقة اقل. طبعا ده بيتوفر في حالة النزول في اتجاه الجاذبية، لكن في حالة الصعود في اتجاه عكس الجاذبية لازم من طاقة خارجية، يعني لازم طاقة خارجية عشان المياه تطلع من مستوى منخفض لمستوى مرتفع. الطاقة الخارجية دي او الطاقة الزيادة دي بتيجي عن طريق البمب او المضخة اللي هي بتزود السائل بطاقة تمكنه على الحركة عكس اتجاه الجاذبية. يبقى المضخة هي آلة ميكانيكية لتزويد السائل بالطاقة للتغلب على قوة الجاذبية والمقاومة الهيدروليكية لنقله إلى مستوى أعلى، وتقوم المضخة بتحويل الطاقة الميكانيكية اللي هي الطاقة الحركية اللي هي عن طريق حركة أجزاء المضخة الداخلية إلى طاقة هيدروليكية. في البداية الإنسان بدأ يفكر في رفع المياه من مستوى منخفض لمستوى مرتفع عن طريق آلة بدائية زي كده اللي هو الرافع ده، كان بيستخدم في مصر زمان. طبعا بداية اختراع البامب وكده ده كان التفكير فيها رفع المياه بالشادوف عن طريق استخدام آلة تعتبر زي رافعة بسيطة، بتركب هنا فيها حجر أو حاجة تقيلة يعني، وبتتربط هنا والإنسان عليه إن هو يشد الشادوف لتحت ويتملي بالمياه، ده طبعا مصدر مياه الري، ويسيبه فالرفعة دي ترفعه وبعدين يوجهه ينزله في الأرض الزراعية. ده كده كان أول تفكير بدائي لرفع المياه من مستوى منخفض لمستوى مرتفع. طبعا مع دخول عصر الكهرباء وكده بدأ الإنسان يفكر إن هو يحول الآلة البدائية أو الرفع اليدوي إلى رفع عن طريق الآلات الميكانيكية اللي هي فكرة عمل المضخات. طيب المضخات بنستخدمها في تطبيقات كتيرة في حياتنا اليومية، ومعظم الصناعات اللي بيتم فيها رفع سوائل من مستوى أعلى من مستوى منخفض لمستوى أعلى بيتم فيها استخدام مضخات أو بمب. أول تطبيق عندنا شائع أو اللي هو ضخ البترول من الآبار إلى محطات التكرير ثم إلى الخزانات. لو بصينا كده مثلا دي محطة في شركة أرامكو، دي عبارة عن مضخات بتسحب البترول من الأرض المنخفضة من تحت من الآبار، تطلعه وتوديه عند محطات التكرير، وبعد كده بناخده من محطات التكرير نوديه إلى خزانات الوقود. يبقى ده كده استخدام من استخدامات البمب. استخدام تاني اللي هو ضخ مياه الشرب أو الصرف الصحي أو المياه في محطات المعالجة أو في محطات التحلية. طبعا احنا عارفين إن في السعودية تعتبر أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. محطات المياه التحلية طبعا بتسحب المياه من البحر الأحمر أو من الخليج العربي وتدخل في دورة التحلية، وبعدين المياه بتروح لخزانات المياه أو لشبكات المياه. ضخ المياه أو سحب المياه من البحر محتاج بمب، وكذلك حركة المياه داخليا في أثناء عملية التحلية محتاج بمب، وكذلك خروج المياه من محطة التحلية واتجاهها نتيجة اتجاه شبكة المياه أو الخزانات برضو محتاج بمب.
التطبيق الثالث في استخدام البامب اللي هو ضخ المياه لإطفاء الحريق. طبعا احنا عارفين مضخات الحريق هي بتوفر ضغط جامد او ضغط كبير جدا للمياه عشان تقدر ان هي تطلع للادوار العليا. لو في حريق في دور مرتفع احنا مش هنقدر نطلع سيارة الاطفاء في الدور المرتفع، لكن بنتغلب على فرق الارتفاع ان احنا بنجيب بامب مضخة بتزود المياه بطاقة، بتخلي المياه قادرة على ان هي تطلع في ادوار عليا لاطفاء الحرارة. يبقى دي مضخات إطفاء الحريق. شيء تاني في السيارات أو المركبات اللي بتشتغل زي سيارات النقل أو الأتوبيسات أو كده، كل مركبة فيها عدد من أنواع المضخات. في مضخات الزيوت اللي بتضخ الزيوت عشان حركة المحرك، في مضخات مياه التبريد اللي هي بتبرد المحرك، برضو المضخة اللي بتمشي في الرادياتير وهكذا بيحتاج مضخات عشان تدفع المياه. بعد كده في مثلا مضخات الوقود اللي هي زي الشكل ده، دي مضخات وقود اللي هي بترفع الوقود من خزان الوقود من التانك توديه عند المحرك. طبعا التانك بيكون في مستوى منخفض، المحرك في مستوى مرتفع، والمحرك كمان محتاج الوقود يمشي فيه بضغط عالي، وبالتالي بيتم استخدام البامب أو المضخات لرفع الوقود من خزان الوقود إلى المحرك. يبقى استخدامات البامب هي استخدامات كتيرة جدا، ممكن ترفع وقود، ترفع زيوت، ترفع بترول، ترفع مياه بحر، مياه شرب، مياه ري، اي نوع من انواع السوائل المضخات قادرة ان هي ترفع. طيب لو قلنا انواع الترمبات او انواع المضخات او تصنيف المضخات، طبعا احنا شفنا في مضخات بتستخدم في رفع مياه الحريق، في مضخات بتستخدم في رفع الوقود، في مضخات بتستخدم في رفع الزيوت المحركات، في مضخات بتستخدم لرفع مياه الشرب او مياه الري للترع والمحطات او محطات الصرف الصحي او رفع مياه الامطار او كذا. كل نوع له خاصية معينة او كل غرض له نوع البامب المناسب ليه. لو اتكلمنا على البامب هنلقى ان هي عبارة عن نوعين رئيسيين، نوع اسمه روتو دايناميك بامب، مضخات الحركة الديناميكية أو الدوران الديناميكي، والبوزيتيف ديسبليسمنت بامب اللي هي مضخات الإزاحة الموجبة. مضخات الدوران فكرتها عن طريق دوران جزء داخلي، يعني في جزء داخلي داخل المضخة هو اللي بيدور وبيؤدي إلى رفع المياه. لو عندي لو هيد، لو برفع بهيد صغير أو ارتفاع مياه صغير، بستخدم نوع اسمه اكسيال بامب، مضخات المحورية او البروبلر. لو ميديوم هيد بستخدم نوع اسمه السنترفيوجال بامب اللي هي المضخات الطرد المركزي، النوع اللي هو ميكسد فلو تايب. لو برفع لارتفاع عالي بستخدم المضخات الطرد المركزي برضو اللي هي السنترفيوجال بامب، النوع اللي هو الراديال تايب اللي هو الجريان الشعاع، المياه بتجري في اتجاه شعاعي. النوع الثاني من البامب اللي هو عن طريق الإزاح الموكبة، في عندي نوعين، الريسيبروكيتنج بامب وفي روتري بامب. تمام، ده عن طريق ضخ المياه عن طريق في ان هو في بيستون او مكبس او كده بيتحرك، هنشوف شكله ان شاء الله، او عن طريق مجموعة من التروس اللي بتتحرك بتؤدي الى سحب المياه. الجدول ده بيقول لي كل نوع من انواع البامب الديسشارج اللي ممكن يخرج منها، هل هو قليل، هل هو مرتفع، هل هو متوسط، والهيد اللي ممكن ترفعه مقداره قد ايه، والابليكيشن او الاستخدام المناسب لنوع هذا البامب.
طيب هنتكلم على النوع الأول اللي هو مضخات الديناميكية الدوارة اللي هو الروتو دايناميك بامب. هي عبارة عن فكرتها إن في جزء داخلي بيتحرك، القلب بتاع البامب بيتحرك ويدور، عن طريق هذه الدوران بيتولد ضغط موجب، ضغط سالب في اتجاه اللي هو اتجاه السحب، وضغط موجب في اتجاه الطرد. تمام. طيب مكونات هذه البامب هو عبارة عن الامبلر اللي هو الجزء الداخلي الدوار، وفيه فوليوت اند اور ديفيوزر اللي هو الجزء الحلزوني او الناشر، وفيه سانكشن اند ديسشارج بورد او اللي هو السكشن بايب والدليفري بايب اللي هو ماسورة السحب وماسورة الطرد. انواع الفلو فيها يا اما يكون سريان في اتجاه محوري اللي هي اكسيال فلو، او في اتجاه شعاعي اللي هو راديال فلو، او في اتجاه مختلط اللي هو ميكسد فلو بامب. لو شفنا اشكالها هنلاقي اشكالها زي كده، في مضخات محورية اللي هو الهوريزونتال اند فيرتيكال بروبلر بامب، يا اما تكون رأسية كده اتجاه حركة المياه فيها رأسي، ودي اتجاه حركة المياه فيها افقي. طبعا ده المكان ده هو المدخل اللي هو مدخل السحب اللي هو السكشن، والمكان ده اللي هو مكان الطرد، يعني المياه بتدخل من هنا وتطرد من هنا، وده كده مصدر الكهرباء. هنا برضو ده كده الجزء الداخلي الدوار، الجزء الداخلي الدوار، وده كده الغلاف الخارجي. المكان ده هو مكان دخول المياه، والمكان اللي فوق ده اللي هو مكان الطرد، يعني بيتركب هنا ماسورة اسمها ماسورة السحب، ويتركب هنا ماسورة اسمها ماسورة الطرد اللي بتطلع المياه لأعلى، وده كده الموتور اللي هو مصدر الكهرباء اللي هو بيزود الكهرباء وبتؤدي إلى حركة الإمبلر اللي هو الداخلي. في مضخات تانية اللي هي الراديال فلو بامب، مضخات سريان الشعاع، المياه بتطلع منها في اتجاه الأشعة كده اللي هي طالع من المركز، كأنه طالع في اتجاه نص القطر كده. تمام. برضو هنا كل ماسورة، كل بامب لها ماسورة سحب وماسورة طرد، يعني المياه بتدخل من هنا، وهنا برضو المياه بتدخل من الجنب ده، وهنا وده مكان الطرد، هنا المياه بتدخل، هنا المكان ده بيتركب فيه ماسورة السحب، والمكان ده بيتركب فيه ماسورة الطرد، وده كده مصدر الكهرباء. طبعا الكهرباء بتؤدي هنا في الأكس أو المحور اللي بيؤدي إلى دوران الإمبلر أو الجزء الداخلي الدوار. وفي نوع تاني من المضخات اسمه المضخات الغاطسة، اللي بتكون غاطسة داخل الماء. طبعا المياه بتدخل هنا من الفتحات دي وبيتم طردها بعد كده. طيب النوع التاني من البامب اللي هي البوزيتيف ديسبليسمنت بامب، فكرة عملها هي عبارة عن في مكبس بالشكل ده، وهنا في حجرة بتدخل فيها المياه، وهنا في دايرة بتدور ومتوصل بيها عمود. لما الدايرة دي بتدور، هل أن العمود ده لما يكون في الوضع ده بيكون مسحوب ناحية اليمين، لما يلف ويجي هنا بيضغط المياه ناحية اليسار، وبالتالي عند سحب المكبس المياه بتدخل الحجرة، وبعدين عند رجوع المكبس المياه بتخرج في الطرد. طبعا هنا متوصل فيه هنا محبس وهنا محبس، المحبس ده بيفتح في حالة السحب عشان الخزان يتملي بالمياه، وفي نفس الوقت المحبس ده بيقفل، يعني لو ده فتح ده يقفل. لما في حالة الطرد، لما المكبس يضغط على المياه، المحبس اللي تحت ده بيقفل عشان المياه ما ترجعش تاني لتحت، والمحبس اللي فوق ده بيفتح عشان المياه تطلع فوق. يبقى هو عبارة عن سحب وطرد، أو شد وضغط، شد وضغط. لما بسحب المياه بتتملي، المحبس ده بيفتح والمياه بتدخل، فالحجرة دي بتتملي، وبعد كده لما أضغط طبعا المحبس ده بيغلق أوتوماتيك عشان المياه ما ترجعش تاني، والمحبس ده يفتح عشان المياه تطلع لفوق. طيب المعادلة دي بحسب منها الباور اللازمة لتشغيل المضخة، دي كده الباور اللازمة لتشغيل المضخة بتساوي
الجامة اللي هي الوزن النوعي للسائل، على حسب بقى السائل ده هو مياه، هو زيت المحرك، هو البنزين اللي موجود في تانك السيارة. يبقى الجامة دي على حسب نوع السائل، مش لازم السائل ده يكون مياه. المياه دي في حالة محطات تحلية المياه أو محطات مياه الشرب وكده، لكن في حالة الزيوت المحرك هتبقى الجامة دي جامة الزيت، في حالة مثلا مضخة البنزين أو ترمبة البنزين اللي موجودة في تانك السيارة هيبقى السائل ده هو أخد جمل البنزين، وهكذا. في الكيو اللي هو معدل التدفق، في الاتش اللي هو الارتفاع اللي أنا برفعه، ارتفاع الفرق ما بين منسوب السحب ومنسوب الطرد، والإيتا اللي هي كفاءة الترمبة أو كفاءة المضخة اللي هو البامب افيشنسي. يبقى البي اللي هو القدرة بالكيلو وات، الجامل اللي هي سبيسيفيك ويت اوف فلويد كيلو نيوتن على المتر المكعب، الكيو اللي هي البامب ديسشارج بالمتر مكعب في الثانية، الاتش اللي هي الاتش بامب اللي هو الديناميك هيد اللي هو الارتفاع اللي البامب بترفعه. طيب الايتا اللي هي الكفاءة، طبعا هي عبارة عن حاصل ضرب الايتا للموتور في الايتا للبمب، يعني كفاءة المحرك الموتور على مضروب في كفاءة البمب نفسها، لما تضربهم في بعض يدي لك الكفاءة الكلية، كفاءة النظام. طيب في حالة كان السائل هو عبارة عن مياه، بضرب طبعا الجامعة هتبقى 9.81 كيلو نيوتن على المتر المكعب. الكلام ده الرقم ده عشان يطلع الباور بالكيلو وات، لو انا عاوز الباور بالوات بس بحط الرقم ده 9810، يبقى 9.81 بتطلع الباور بالكيلو وات. طيب وضعيات تركيب المضخات اللي هو البامب انستوليشن، مكان وضع البامب بالنسبه لخزان السحب، ممكن احط البامب تحت منسوب المياه، بالحاله دي بيكون الاستاتيك هيد اقل من الدليفري هيد، يعني فرق منسوب المياه اقل من ارتفاع الطرد. الوضع الثاني ان انا احط البامب اعلى من مستوى المياه، تمام، يبقى في الحاله دي الارتفاع الاستاتيكي اللي هو فرق منسوب المياه اقل من الاتش ديليفري اللي هو الفرق ما بين البامب وما بين منسوب مياه الطرد. الوضع الثالث هو وضع المياه داخل خزان السحب اللي هو السمرجد بامب، وفي الحاله دي برضه هيكون الاتش اس اللي هو الاستاتيك هيد ده اقل من الدليفري هيد. النوع الاول والنوع الثالث بيكون مناسب عشان ما يحصلش ظاهره التكهرف اللي هي الكافيتيشن اللي احنا بنتكلم عليها بعد شويه. انما النوع اللي في النص اللي هو المياه اعلى من منسوب مياه السحب، لازم يتم حساب الارتفاع ده بحرص عشان ما تحصلش ظاهره التكهرف، لان لو حطيت البمب على ارتفاع عالي ممكن يحصل ظاهره التكهف اللي هي بيحصل فقاعات هواء داخل المضخه تؤدي الى تاكلها. طبعا الجزء ده الظاهره دي غير موجوده في النوع الاول، في نوع التوصيل الاول والثالث، لكن بتكون احتمال، مش دايما، احتمال تكون موجوده هنا لو انا رفعت البمب دي لارتفاع عالي. لو رفعت الارتفاع عالي بيؤدي إلى حدوث ضغط سالب بكمية كبيرة هنا، ممكن تؤدي إلى تكون فقاعات هواء وانفجارها داخل المضخة، وبعد كده تؤدي إلى تآكل الأجزاء الداخلية للمحطة. لذلك في حالة التوصيل من النوع الثاني يجب حساب الـ HS ده بحرص زي ما هنشوف بعد شوية إن شاء الله. طيب الارتفاع اللي البمب بترفعه هو قد ايه؟ لازم عشان البمب ترفع مياه لازم تتغلب على، هنقول الاتش بمب اللي هو الارتفاع اللي انا هشغل عليه البمب، لازم لو انا عندي ارتفاع بمب هترفع 20 متر، عندي فرق منسوب مياه 20 متر مثلا من خزان في الارض الى مثلا الدور السابع او الثامن في عمارة مثلا، هل هجيب البمب قدرتها ان هي ترفع 20 متر فقط؟ لا،
بجيبها أزود شوية. ليه؟ لأن في مجموعة من الفواقد كمان لازم البامب تتغلب عليها. يبقى الارتفاع اللي بيشتغل عليه البامب هو الاستاتيك هيد اللي هو فرق منسوب المياه الفعلي ما بين منسوب السحب ومنسوب الطرد، زائد الفواقد. الأربعة دول هم الفواقد. إيه الفواقد اللي بتحصل؟ طبعا أنا عندي في ماسورة طرد في ماسورة سحب، في نوعين من الفواقد، في فواقد نتيجة الفريكشن وفي فواقد ثانوية اللي هي الماينور. يبقى إذا لازم أتغلب على الاتش فريكشن، اتش فريكشن اس اللي هو اتش اف اس يعني الفريكشن هيد في السكشن بايب، والنوع الاتش اف دي اللي هو الفريكشن هيد في الدليفري بايب. الاس تشير الى السكشن والدي تشير الى دليفري. يبقى الاس اللي هي ماسوره السحب والدي اللي هي ماسوره الطرد. لو بصينا هنا البامب، الماسوره اللي قبل البامب دي اسمها السكشن بايب او السكشن لاين، الماسوره اللي بعد كده اسمها الدليفري لاين، يعني ده كده اسمه خط السحب وده كده اسمه خط الطرد. بيحدث فواقد للطاقة هنا اللي هو الاتش فريكشن في السانكشن واتش ام في السانكشن اللي هي الماينر لوسز، وهنا برضو في اتنين لوسز، في لوسز نتيجة الفريكشن وفي ماينر لوسز. يبقى البامب لازم تتغلب على الاستاتيك هيد اللي هو فرق منسوب المياه، زائد الاتنين فريكشن هيد في السانكشن وفي الدليفري، والاتنين ماينر لوسز في السانكشن والدليفري. وهنا برضو هنقول زي ما قلنا ان الباور يساوي جاما في كيو في اتش بامب على ايتا. يبقى اللي انا بحسبه هنا هو اللي انا بعوض بيه عشان اجيب الباور. يبقى لازم اجيب الباور، البامب ليها باور يتغلب على الاستاتيك هيد اللي هو فرق منسوب المياه، ويتغلب ايضا على فواقد الطاقه. طيب في بعد كده اللي هو البامب بيرفورمانس كيرف اللي هو منحنى اداء المضخه. بنلاقي ان هنا في منحنى اداء المضخه اللي هو العلاقه ما بين الديسشارج والهيد اللي بترفعها البامب. كل ما البامب تشتغل على ديسشارج كبيره كل ما ترفعه هيد اقل، ماشي؟ يعني هي ممكن ترفع 60 ترفعه لمسافه 75، ممكن ترفع 20 لو قللت عليها الحمولة اللي هو الديسشارج ممكن ترفعهم لمية. كل ما زود عليها الحمولة كل ما الهيد اللي ترفعه يكون قليل. يبقى هنا في علاقة عكسية، كل ما مع ثبات الباور طبعا كل ما أزود الكيو، عاوزة تطلع مثلا 10 لتر ممكن ترفعهم ل 100 متر مثلا. لو انا عاوز اطلع 40، ال 40 دي ممكن اطلعهم لمسافه مثلا 80 وهكذا. يبقى كل البرفورمانس كيرف هو علاقه ما بين الديسشارج والهيد. في نوع منحنى تاني اسمه السيستم كيرف اللي هو علاقه برضه ما بين الديسشارج والهيد، بتكون علاقة تصاعدية كده، علاقة زيادة. طبعا كل ما زود الباور كل ما الديسشارج يزيد والهيد يزيد. طيب عشان اجيب نقطة تشغيل المضخة اللي هي اشغلها عند انهي هيد وانهي ديسشارج، برسم الكيرف البرفورمانس كيرف والسيستم كيرف نقطة تقاطعهم، بقول هي دي النقطة المثالية اللي هي يعني مثلا اقول هنا الديسشارج 40 والبامب مثلا 90، تمام؟ يبقى دي النقطه، دي نقطه التشغيل، النقطه اللي هي تقاطع البرفورمانس كيرف الازرق مع السيستم كيرف اللي هو اللون الرصاصي. طيب احنا قلنا قبل كده ان كفاءه المضخه عامه الافشنسي اوف بامب هي حاصل ضرب الموتور افشنسي اللي هي كفاءة المحرك في البامب افشنسي اللي هي كفاءة البامب، تمام؟ طيب هنقول كفاءة المحرك اللي هي عبارة عن نسبة الطاقة التي ينقلها المحرك إلى المضخة إلى الطاقة التي يتلقاها المحرك من الطاقة، يعني بيتلقى من مصدر الطاقة كمية طاقة معينة بيوصلها للبامب، ممكن بيوصل منها 90% 85%،
يبقى هي دي كفاءة المحرك. الاوفرول افشنس يا شباب هي عبارة عن حاصل ضرب الايتا ام في الايتا بي. الايتا ام اللي هو كفاءة المحرك، محرك الكهرباء، في الايتا بي اللي هي كفاءة المضخة نفسها. يبقى هي عبارة عن نسبة الطاقة التي تنقلها المضخة إلى السائل إلى الطاقة التي يتلقاها المحرك من مصدر الكهرباء. طيب توصيل المضخات، في نوعين بعد كده من التوصيل. لو أنا عندي أكتر من مضخة، عندي مضختين أو ثلاثة أو أربعة وكده، ممكن أوصلهم إزاي؟ ممكن أوصلهم بطريقة اسمها طريقة التوصيل ان سيريز. يبقى دي كونكتنج بامب ان سيريز، توصيل على التوالي. يعني البامب بتسحب مياه وبعد كده بتطلع تروح لبامب تانية، بعدين تطلع تروح لبامب تانية. الغرض من التوصيل على التوالي هو زيادة الارتفاع. يعني البامب دي بتزود المياه بطاقة 10 متر، وده 10 متر، وده 10 متر، كأنه بيرفع المياه لمسافة 30 متر. يبقى الغرض من التوصيل على التوالي هو توصيل المياه لارتفاعات عالية، تمام؟ لكن مش بيزود الديستشارج، الديستشارج بيظل كما هو. يعني بيقول كيو 1 بيساوي كيو 2 بيساوي كيو 3 بيساوي الكيو الأصلية، إنما الهيد بيساوي اتش 1 زائد اتش 2 زائد اتش 3. يعني البامب دي لو هي بتسحب 10 لتر، هما نفس ال 10 لتر اللي هيخشوا في الثانية، هما نفس ال 10 لتر اللي هيخشوا في الثالثة، لكن الغرض هو زيادة الارتفاع. يعني أنا عندي البامب ممكن ترفع مثلا 10 متر، طب لو أنا عندي مثلا 30 متر أوصل 3 بامب على التوالي بحيث ترفع 10، ودي ترفع 10، ودي ترفع 10، يرفعوا كلهم 30 متر. ويبدأ بيكون شكل التوصيل على التوالي، يعني كل واحدة بعدها واحدة. طيب النوع الثاني من التوصيل اسمه التوصيل على التوازي. يعني كل ماسوره طالع منها ساكشن لاين بياخد هنا. يبقى الغرض من التوصيل على التوازي هو زياده الديستشارج. يعني انا عندي مثلا تدفق مثلا رايح لمدينه، المدينه دي عايزه مثلا 300,000 300,000 متر مكعب مثلا. يبقى لو انا عندي البامب تقدر توفر 100,000 متر مكعب، يبقى احط 3 بامب على التوازي بحيث ان دي تسحب 100,000 ودي تسحب 100,000 ودي تسحب 100,000، بعد كده يتجمعوا يبقى 300,000 اللي رايحه للمدينه دي. يبقى الغرض من التوصيل على التوازي هو زياده الديستشارج، بحيث ان الديستشارج الكليه بيساوي مجموع الديستشارج من الثلاثه او من عدد البامب اللي انا موصلها. يعني انا لو موصل عاوز الديستشارج يتضاعف 5 مرات، اوصل خمس مضخات على التوازي. لكن الهيد بيكون ثابت، يعني البامب دي بترفع من منسوب هنا المنسوب هنا بيناتهم 10 متر، هي نفس البامب دي هترفع ال 10 متر، هي نفس البامب الثالثه هترفع ال 10 متر. يبقى الغرض في التوصيل على التوازي هو زياده او مضاعفه التدفق. ده كده بيكون شكل التوصيل. الثلاثة بامب، كل بامب لها ماسورة سحب مستقلة، بحيث إن الديستشارج داخل هنا هو كيو 1 زائد كيو 2 وكيو 3، هنا بيدخل كيو 1 اللي بيكمل 2 و3، لما يطلع هنا 2 يكمل هنا 3. طيب بعد كده هنتكلم على الـ variable speed drive. لو أنا عندي البامب زودت لها الكهرباء او قللت عليها الكهرباء، لو هي شغاله على عدد ار بي ام، عدد لفات ار بي ام بيساوي 1000 مثلا، فبالتالي هينتج باور بمقدار معين ويرفع هيد معين وكيو معين. طب لو انا زودت الكهرباء وخليتها ان نيو، يعني خليت زودت عدد اللفات، ايه اللي هيحصل؟ او لو قللت برضو عدد اللفات، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ما يحصل لو انا زودت عدد اللفات او زودت الكهرباء، هيزيد الديستشارج ويزيد الهيد ويزيد الباور، لكن كل واحده تزيد غير الثانيه. يعني الكيو الجديده بتساوي الكيو القديمه في عدد اللفات الجديده على عدد اللفات القديمه. انما في حاله الهيد بضرب في ان نيو على ان تربيع،
وفي حالة الباور بضرب في ان نيو على ان اس 3. يعني في حالة زيادة عدد اللفات بتزيد الكيو بالمعادلة دي، وبتزيد الان الاتش بالمعادلة دي، وبتزيد الباور بالمعادلة دي. طيب هناخد المثال 2-1 اللي هو بيقول ايه؟ A centrifugal pump يعني مضخ طرد مركزي has the following ordinates of its characteristics curve، لها هذه الإحداثيات لمنحنى خصائص المضخة. Find the coordinates of the characteristics head curve in the following cases. يعني عطاني مضخة طرد مركزي، ده كده إحداثيات منحنى خصائص الدالة اللي هي عبارة عن الكيو والإتش. إحنا قلنا المنحنى اللي هو نازل كده، نازل كده، هو علاقة بين الكيو والإتش. يبقى القيم دي هنرسم بها المنحنى خصائص المضخة في الحالة العادية. طيب قال لك بقى لو أنا وصلت التو بامب إن سيريز، لو أنا وصلت اتنين بامب على التوالي، شكل الكيرف هيكون إيه؟ ولو انا وصلت اتنين بامب على التوازي شكل البامب هيكون ايه؟ طيب تعال نقول احنا في حالة التوصيل على التوالي، حالة التوصيل على التوالي ايه اللي بيحصل؟ الكيو هي اللي بتتضاعف، يبقى الكيو بتتضاعف، تمام كده؟ يبقى في حالة لا الاتش هو اللي بيتضاعف، ناسف الاتش هو اللي بيتضاعف، انما الكيو تبقى ثابتة. يبقى اخد الصف ده الكيو انزله هنا زي ما هو بدون تغيير، ماشي؟ انما طالما هما اتنين بامب يبقى اخد الهيد ده اضربه في اتنين، يعني 157 تبقى 314، 155 تبقى 310، 40 تبقى 80. طيب لو قال لك 3 بامب، لو قال لك بدل 2 دي قال لك 3 بامب على التوالي، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى برضه الكيو تظل ثابته، انما الهيد ده اللي هو يضرب في 3، يضرب في 3 وينزل تحت. يبقى في حالة 2 بامب اضرب في 2، في حالة 3 بامب اضرب في 3، في حالة 5 بامب اضرب في 5. طيب طريقة التوصيل الثانية اللي هي التوصيل امبارل، التوصيل على التوازي. احنا قلنا التوصيل على التوازي ايه اللي بيحصل؟ الكيو هي اللي بتتضاعف، انما الهيد يظل ثابت. يبقى اخد البامب الاصلية دي، اخد الصف ده واضربه في 2، تمام كده؟ يبقى في حالة التوصيل على التوازي بيتم مضاعفة الديستشارج، يبقى الصف اللي هو 60 120 180 اضربه في 2، يبقى ال 60 تبقى 120، ال 120 تبقى 240 وهكذا. انما يظل الهيد ثابت، يعني اخد الارقام دي انزلها تحت زي ما هي كده، تمام؟ طيب هنرسم بقى الثلاث منحنيات. هنقول المنحنى الأصلي اللي هو اللي تحت ده، يبقى ده المنحنى الأصلي. في حالة التوصيل على التوازي، تمام، ده في حالة التوصيل على التوازي اللي هي الدوائر، بل أن الهيد هو اللي ارتفع. إنما في حالة التوصيل على التوالي الستشارج هي اللي بتتضاعف. زي ما قلنا المسألة دي ممكن تيجي يقول لك 3 بامب يتوصلوا على التوالي على التوازي، أو 4 بامب أو 5 بامب. الفكرة ان هو انا بضاعف الديستشارج، تمام، في حالة التوصيل على التوالي بضاعف الهيد، في حالة التوصيل على التوازي بضاعف الديستشارج، عدد المضاعفات على قد عدد البامب. المسألة رقم 2 بيقول centrifugal pump operates at speed in 1450، يعني مضخة طرد مركزي بتشتغل على عدد لفات 1450 RPM revolution per minute، عدد لفات 1450 لفة كل دقيقة. If the head and discharge، إذا كان الارتفاع والتدفق at overall efficiency of eta بيساوي 75%، تمام، R H بتساوي 120 والكيو 180 متر مكعب في الساعة. Find the new head with the discharge and the power if the speed is changed to 950 RPM أو 1900 RPM.
يعني انت عندك بمب بتشتغل على 1450، تمام، ولها خصائص معينة. المطلوب هو حساب خصائص البمب اللي هو الاتش والكيو والباور في حالة عدد اللفات ال ل 950 او زاد ل 1900، تمام. طيب اول شيء هجيب الباور اللي هي في الحالة الأصلية، في حالة اللي هو قبل التغيير. طبعا الباور بتساوي جاما في الكيو في الاتش على الايتا، الجاما 9.81 لان ده مياه، الجاما الكيو بتساوي 80، هنا قسمت على 3600 ليه؟ لان دي 80 متر مكعب في الساعة، انا طبعا عايز اجيبها في الثانية فاقسم على 60 في 60، 3600 دي اللي هي 60 في 60 اللي هي، لان الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية، في ال 120 اللي هي الاتش على الكفاءة اللي هي 75% بكتبها 0.75 يطلع 34.88 كيلو وات. طيب هنيجي ان بعد كده نحسب بقى الكيو الجديدة والاتش الجديدة والباور الجديدة في حالة ان اتغير عدد اللفات، اتغير من 950 قل، يعني 950 اضرب بقى 80 في 950 على 1450، الاتش لازم احط هنا تربيع والباور لازم احط هنا اس 3، فيديني ده كده شكل الكيو والاتش والباور في حالة عدد اللفات 950. احل نفسه نفس اجيب نفس الارقام دي بس اشيل ال 950 واحط ال 1900، يبقى 1900 على 1450، وهنا احط تربيع مع الاتش واحط اس 3 مع الباور، يديني الخصائص البامب الجديدة في حالة عدد اللفات بيساوي 1900 ار بي ان. طيب المثال رقم 2 3 بيقول ايه؟ السنتر فيوجال بامب اوبريتس ات سبيد ان بيساوي 1500، يعني مضخ الطرد مركزي بتشتغل على عدد لفات 1500 لفة في الدقيقة. هاز ذا فولوينج كوردينيتس اوف اتس بيرفورمانس اند سيستم كيرف، اعطيني احداثيات منحنى اداء الداله ومنحنى النظام. فايند ذا ديوتي بوينت، اوجد الديوتي بوينت. احنا قلنا الديوتي بوينت هو عباره عن ايه؟ هي عباره عن نقطه تقاطع منحنى البرفورمانس كيرف مع السيستم كيرف، بس هنجيب الديوتي بوينت في حاله، في ثلاث حالات، في حاله عدد اللفات 1000، وفي حاله عدد اللفات 1500، في حاله عدد اللفات 2000. طيب انا عندي الحاله الاصليه اللي هي في حاله اللفات 1500، ده كده معطى في السؤال، ده كده اللي هو السيستم كير البرفورمانس كير، والجدول التاني اللي هو السيستم كير، تمام. طيب في حاله بقى عدد اللفات 1000 او 2000 نعمل ايه؟ نغير بس البرفورمانس كير، نغير البرفورمانس كير طبعا بالمعدل، المعادلات اللي احنا نغير بيها، يعني كل نقطة كيو اتش احسب الكيو اتش الجديد بالمعادلة دي، يعني الكيو هنا 40 و174، احسب الكيو الجديدة والاتش الجديدة من المعادلة دي، يعني ال 40 دي اضربها لو عدد اللفات قل من 1500 ل 1000، يبقى الكيو دي تتضرب في 1000 على 1500، انما ال 174 تتضرب في 1000 على 1500 تربيع، يبقى كل الارقام دي تتضرب في 1000 على 1500، كل الارقام اللي تحت تتضرب 1000 على 1500 تربيع. طيب في حاله عدد اللفات 2000 اضرب الرقم اللي فوق 2000 على 1500 واللي تحت يتضرب 2000 على 1500 تربيع، وبالتالي هيكون عندي بيرفورمانس كيرف في حاله ال 1000 ال 1000 ار بي ام، وبيرفورمانس كيرف في حاله ال 2000 ار بي ام. طبعا احنا قلنا ان احنا هنغير الجدول الاول بس، انما اللي تحت ده ثابت اللي هو السيستم كيرف. نيجي نرسم بقى، لما نرسم هنرسم السيستم كيرف طبعا ده ثابت، ده ثابت، انما البرفورمانس كيرف عندي كيرف اللي هو جدول ابو 1000، وهنا كيرف لعدد اللفات 1500، وهنا كيرف لعدد اللفات 2000، وبالتالي في عندي ثلاث نقط تقاطع، في دي نقطة تقاطع اللي هي نقطة التشغيل عند الـ RPM بـ 1000، ودي نقطة التشغيل عند الـ RPM بـ 1500، ودي الـ RPM عند نقطة التشغيل 2000. كل نقطة هنزل تحت كده أجيب الكيو، وأخش شمال كده أجيب
الهيد. يعني النقطة دي لو نزلنا تحت كده الديستشارج مثلا هنا في حدود كام؟ حدود 55. طب والهيد هنا في حدود كام؟ 70 مثلا. طبعا الأرقام الصحيحة بتيجي لو ده مرسوم بالإكسل مظبوط. طب النقطة دي الكيوب كام؟ ننزل كده نلاقي 105 مثلا، ونرجع كده نلاقي مثلا إيه؟ 140. طيب النقطة دي لو أنا نزلت لتحت كده هلاقيها مثلا 145، وأدخل يسار كده هلاقيها مثلا إيه؟ 260 مثلا. تمام؟ يبقى دي كده الديوتي بوينت عند 1000 56 71، ده القيمة الدقيقة. وعند 1500 103 و148 دي القيمة الدقيقة بالظبط من على الإكسل. وهنا الديوتي بوينت في حالة ال 2000 ار بي ام يطلع 145 و255 بالظبط. طيب في بعد كده خاصية اسمها الـ Specific Speed of Pump، السرعة النوعية. بتتحسب من القانون اللي هو الـ NS الـ Specific Speed بيساوي N في Q أس نص على H أس 3 على 4. يعني عدد اللفات في الـ Discharge أس نص على الارتفاع أس 3 على 4. طيب كل بامب لها حدود في الـ Specific Speed. يعني الـ Centrifugal Pump الـ Specific Speed بتاعتها لحد 2600. طب الـ Mixed Flow Pump من 2600 إلى 5000، الأكسيال فلو بامب بتشتغل من 5000 إلى 10000. طيب هنا المثال 2 و4 بيقول لي select the suitable type of pump if n بيساوي، طبعا هنقول هنا n كابتل اللي هو عدد اللفات 1450، والكيو ب200 لتر كل ثانية، والاتش ب50. تمام؟ يبقى هنقول هنا اللهم صل على سيدنا محمد، نخلي بالنا الكيو هنا اللي بتدخل في المعادله دي باللتر، الكيو اللي بتدخل في المعادله دي باللتر، والان بالار بي ام، والاتش بالمتر. تمام؟ لذلك هو عاطيني هنا الكيو باللتر لكل ثانيه. هعوض بقى في المعادله، هقول ان الكيو بتساوي الان، اكتب هنا ان كابيتال برضه، في الكيو اس نص على اتش اس 3 على 4. ال ان طبعا دي بالار بي ام، الكيو باللتر، يعني الكيو لو بالمتر المكعب ضربها في 1000، لو باللتر اشتغل زي ما هي، على الاتش طبعا الاتش هنا بالمتر اللي هو 50 يطلع 1090. ال 1090 نلقاها ان هي ينفع معاها السنترفيوجال بام، لان السنترفيوجال بام من صفر ل 2600. يبقى ال 1090 دي هنقول يوز سنترفيوجال بام، مضخ طرد مركزي. طيب في بعد كده هنتكلم على ظاهره اسمها ظاهره التكهف، اللي هي الظاهره اللي بتؤدي الى تاكل المضخه من جوه كده. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن مضخه بتسحب، بنحط مضخه على ارتفاع عالي عن مستوى السحب، وبالتالي تؤدي الى حدوث ضغط سالب كبير عند مدخل البمب. الضغط السالب ده يؤدي الى تكون فقاعات هواء وانفجارها. فقاعات الهواء لما بتنفجر داخل المضخة تؤدي إلى تآكلها بالشكل ده. تمام؟ وبالتالي لازم نكون حريصين واحنا بنحط البمب على ارتفاع معين من مياه السحب، إن احنا ما نرفعهاش جدا، لأن رفع البمب جدا عن مستوى السحب يؤدي إلى تكون ظاهرة التكهف، لأنه بيؤدي إلى حدوث ضغط سالب بقيمة كبيرة اللي هي ممكن تؤدي إلى غليان المياه وتكون بخار المياه والفقاعات تنفجر. طيب هنتكلم بقى على ازاي ان احنا نتجنب ظاهرة التكهف. ان احنا نحسب ارتفاع اللي احنا بالبمب اللي بنحط عليه بحرص، بحيث ان احنا ما نحطش البمب اعلى من كده. هنسمي الارتفاع ده اسمه نيت بوزيتيف سانكشن هيد، ارتفاع صافي، ارتفاع السحب الايجابي، يعني اقصى ارتفاع ان احنا نقدر نحط عليه البمب، بيساوي البي ستاتيك او البي سانكشن هيد ناقص البي في اللي هو ضغط البخار على جاما. يبقى بيساوي البريشر هيد في السانكشن على جاما ناقص ضغط البخار على جاما. يبقى البي اس اللي هو السانكشن بريشر، والبي في اللي هو الفيبر بريشر، والجاما اللي هي السبيسيفيك ويت اوف فلو فلو، يعني اللي هو الوزن النوعي. طبعا الوزن النوعي على حسب نوع السائل، لو مياه يبقى
9,810 نيوتن على المتر المكعب، لو زيوت تبقى مختلفة، لو بنزين تبقى مختلفة على حسب نوع السائل. هنطبق معادلة برنولي، طبعا معادلة برنولي دي احنا خدناها في ميكانيكا الموائع. هنطبق، لو قلت انا عندي البمب حاططها على مستوى اعلى من مستوى المياه اللي هو الارتفاع ده اللي هو السكشن هيد، ارتفاع السحب هنسميه اتش اس، هطبق برنولي ما بين نقطة على سطح النقطة واحد دي على سطح المياه، ونقطة اتنين دي قبل دخول المياه داخل البمب من ناحية السحب. طبعا معادلة برنولي بتقول ان البريشر هيد زائد الفيلوستي هيد زائد البوتنشال هيد، يعني طاقة الضغط، ارتفاع الضغط زائد ارتفاع السرعة زائد ارتفاع الوضع عند نقطة واحد بيساوي عند نقطة اتنين زائد الفواقد اللي بتحصل من واحد لاتنين. طيب الضغط عند نقطة واحد اللي هو الضغط الجوي البي اتموسفير على جاما، انما السرعة والبوتنشال هيد بصفر، يعني النقطة دي سرعتها بصفر ومنسوبها بصفر على اساس ان انا واخد الديتم عند المستوى اللي تحت، يبقى ده كده الديتم اللي هو المستوى صفر. طيب عند النقطة اتنين اللي فوق البريشر اللي هو البي سانكشن والفي اللي هي الفي سانكشن والمنسوب اللي هو الاتش اس زائد الاتش لوسز، طبعا الاتش لوسز هي عباره عن ايه؟ فواقد الطاقه اللي هي الفريكشن والماينر لوسز. طيب ومنها نقول ان البي سانكشن بيساوي البي اتموسفير ناقص كل الحاجات دي هنحطها هنا، طبعا انا شلت الاتش لوسز وحطيت بدلها الاتش فريكشن زائد الاتش ماينر لوسز. تمام؟ طيب النت بوزيتيف سانكشن هيد بيساوي البي اس اللي انا حسبتها اللي هي القيمه دي اطرح منها ضغط البخار. تمام؟ طيب عشان الامان اكتر هزود هنا معامل امان، تمام، اللي هو بيكون في حدود من 60 سم الى 1.5 متر، يعني لو انت حسبت ان البامب تكون على ارتفاع معين الامان ان انت تنزلها شويه، تنزلها 60 سم من 60 سم الى متر ونص عشان تكون في الامان اكتر. طيب هحسب النت بوزيتيف ساكشن هيد الافيلابل، لو لقيته اكبر من الريكوايرد مش هيحصل كافيتيشن. ليه؟ لان الكافيتيشن بيحصل لما الضغط يقل جدا، لو لقيت الضغط بتاعي اكبر من الضغط اللي بيسبب الكافيتيشن يبقى مش هيحصل تكهف، لو لقيته ان هو اقل في الحاله دي هيحصل كافيتيشن. هنشوف الموضوع ده في المثال 2.5. هنقول the bump shown in the above figure، البامب اللي هي في الشكل اللي فوق في الشكل ده يعني is required to lift water from a stream، مطلوب ان هي ترفع مياه من نهر معين. the minimum barometric pressure 735 مليمتر، طبعا ده كله اللي هو الضغط الجوي، البارامتريك بريشر اللي هو الضغط الجوي. and the maximum temperature 25 درجة، ودرجة الحرارة 25 درجة. if the suction pipe losses is 1.5 اللي هو الاتش فريكشن سانكشن 1.5 والماينر لوسز اتش ام اس بيساوي 1 متر. find the maximum suction head اتش اس to prevent كافيتيشن، احسب اقصى ارتفاع اقدر احط عليه البامب من غير ما يحصل تكهف. خد الارتفاع النيت بوزيتيف سانكشن هيد الريكواير 2.5، تمام، اللي هي المفروض لا نقل عنه، لان انا لو قليت عن ال 2.5 يحصل تكهف. وناخد الجاما 9810، وناخد الاس جي للزئبق، طبعا ده بيستخدم في حساب الضغط الجوي 13.6، وضغط البخار بيساوي 0.0234 بار، طبعا البار ده معناه اللي هو 10 اس 5 باسكال، الارقام دي احنا خدناها قبل كده في مقرر الميكانيكا المعادله. وهناخد السيفتي فاكتور ب 1.5. طيب طبعا هنكتب المعادله، لازم نكون حافظين المعادله دي، النيت بوزيتيف سانكشن هيد الافيلابل اللي هنحسبه زي ما قلنا بيساوي البي اتموسفير على جاما ناقص الاتش اس والاتش اف اس والاتش ام اس والسيفتي فاكتور ناقص البي ديليفري البي فيبر بريشر. هطبق في القانون على طول، طبعا انا عندي البي اتموسفير بضرب اللي هو 753 مللي متر يعني 0.735 في كثافه الزئبق في 13.6 9810 واقسم على جاما ووتر اللي هي 9810
ناقص ال اتش اس طبعا ده اللي هو المطلوب، وال اتش فريكشن اس 1.5 ده معطى، وال 1 ده معطى، والسيفتي فاكتور اللي هو عامل امان 1.5 ده معطى برضو، والفيبر بريشر برضو بضرب هنا في 10 اس 5 لان هو بالبار، البار اللي هو بيضرب في 10 اس 5 عشان يتحول لباسكال، وبالتالي يطلع بيساوي 5.77 ناقص الاتش اس. الرقم ده لازم يطلع اكبر من ال 2.5 اللي هو بيحصل عنده الكافيتيشن، وبالتالي هقول الاتش اس لازم يكون اقل من 3.27، يعني ما ينفعش تحط البامب على ارتفاع اعلى من 3.27، لكن ينفع تحطها اقل، يعني حطها على 3.25 ماشي، على 3 بس، على 2.5، على كذا، لكن لو انت رفعت عن المنسوب ده، عن الارتفاع ده، هيحصل كافيتيشن، لان هيتكون سانكشن هيد اكبر من اقل من ضغط البخار، يؤدي الى انفجار فقاعات الهواء المتكونه، والانفجار ده يؤدي الى تاكل الاجزاء الداخليه من البامب. وبالتالي ال 3.27 ده اللي هو اقصى ارتفاع يمكن ان احنا نحط عليه البامب. وبكده نكون خلصنا المحاضره، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.